كانت امسيه رائعه اللي ربحوا فيها الناس اللي كيحطوا الزبون ديالهم هو الاول قبل من المدخول ديالهم على الشركه. هذا غيحفز بزاف الشركات الاخرين العام الجاي والعام اللي بعده يمشيو في التوجه هذا. انايا فرحان بزاف حيت سي اون كونسيكراسيون ديال ان هوموريست اللي شاف مراكش دو رير في ام ار او. اليوم كندوز لحاجه اخرى من غير لي سكيتش ايتترا لانيماسيون اللي هي شي حاجه كانت كتستهويني هي ولا لا كوميدي. ودابا كنجمع بيناتهم بجوج. كنقول ميرسي سيرفيس كليون ماروك، اي بي ميرسي سيت انفو.